كل الشكر موجه لحكومات الشباب، مبادرة طيبة وما أحوجنا لفضاءات للنقاش ولتحليل كذلك. اليوم الموضوع موضوع مهم جدا وتهم المغاربة كاملين. طبعا كاين الرأي والرأي الآخر، الأغلبية تعتبر على أن هذه أزمة عابرة، والمعارضة تعتبر على أن هذه أزمة ربما أصبحت بنيوية وأقر. ما العمل؟ العمل هو اللجوء للقوة الاقتراحية اللي تقدمت بها أغلبية ومعارضة، ما كاين مشكل. لا يمكن الاستمرار في دعم يعني دفعها السياحة 2 مليار، ها النقل 1 البركة، الفلاحة 10 المليار إلى آخره. يجب إعادة النظر في تركيبة الميزانية نتاع المغرب، وإعادة النظر كذلك في الأولويات، سواء تعلق الأمر بالاستثمار ولا بالتسيير. طبعا نبهنا قبل قليل الكون دابا مع هذا التضخم خاصة في الخارج أوتوماتيكيين، محيط يرتفع التضخم تترتفع معاه سعر الفائدة. كان مفروض الحكومة وكل شيء كان عارف بأن سعر الفائدة غادي يتزاد بزاف، وحنا دابا تناخدو من ديونية خارجية، أنه أخذ على الحكومة كونها ما مشاتش تاخذ ما يكفي من الفلوس ل3 سنين الجاية اللي الأسعار يعني ارتفعت. هذه من المسائل الاستباقية اللي الحكومة تفتقد لها. نظن كذلك على أن محليا هذا الرفع الأسعار ما غادي يكونش عنده جدوى، بل بالعكس غادي يعلي التكلفة سواء نتاع المواد الغذائية أو لا غيرها. لأن واش تتعرفوا شي فلاح اللي ما تيلجأش للقروض؟ ما كاينش، مستحيل. إذا اليوم الفلاحة غادي ياخذوا قروض بأسعار عالية جدا، وطبعا هذا غادي يزيد ينعكس كذلك سلبا. جبنا واحد العدد الاقتراحات بالنسبة يعني للتغلب على الموضوع ديال الغلاء. للأسف الميزانية السابقة، الميزانية الثانية دابا في أعداد الحكومة، وكذلك من خلال كل اللقاءات والتعديلات اللي جبنا ولو تعديل قبيل، إذن أمام هذا الوضع غادي يكون صعيب جدا باش نوصلوا الحل اللي غادي ينفع المواطن. حنا تنسألوا واش الناس كاينين ولا ما كاينينش، واش يعرفوا شو واقع في حالة المواطن الفقير؟ راه ما يمكنش الناس ينتظروا أكثر. اقتصادي ولا اجتماعي، نبدأ باش نتحدثوا على الوضع اليوم اللي كنعيشوه على المستوى الديمقراطي وعلى المستوى الإعلامي. يعني هاد يعني من بعد 8 شتنبير وتنصيب حكومة من 3 أحزاب كما يقولون بأنها منسجمة و يعني لها رؤية موحدة، لاحظنا واحد الغياب تام في وسائل الإعلام خصوصا العمومي، ما عدا بعض الإشراقات اللي هي قليلة وقليلة جدا، اللي كنحسو كاين واحد الانحباس غير مسبوق. هادشي باش بغيت نشكر يعني حكومة الشباب واليوم بالرباط وجمعيات أخرى مدنية اللي أصبحت كتلعب الدور ديال الإعلام العمومي من ناحية التواصل. طبيعة الحال أنا بالتواصل، لأن بالتواصل يمكننا بزاف ديال الأمور كانت غادي تفهم وغادي تحل من طرف المواطنين. وكما سبق في حكومات سابقة اللي دوزت يعني قرارات اللي كانت جد جد معقدة، لكن بالتواصل استطعت بشكل أو بآخر إقناع المواطن أو المواطنات. علاش؟ لأن اليوم ما يمكنناش ننكروا بأن الظرفية العالمية جد جد صعبة، بأن الحكومة جات في واحد الظرفية اللي هي صعيبة، لا على مستوى يعني الحرب ديال أوكرانيا، لا مستوى محلي الجفاف، وكذلك الخروج من كورونا. ولكن كنتسأل واش هذه الحكومة ما كانتش دايرة النية والصقعة؟ لأن هادشي كلشي تجمع عليها في مرة، حنا كنقولوا الله يحسن العوان، مزيان ومقدرين هادشي، وحنا كمعارضة كنعترفوا بالوضعية. لكن الإشكال اللي عندنا مع الحكومة أننا
منين كمعارضة كنجيو اليوم نعطيو بعض الاقتراحات من أجل يعني دعم القدرة الشرائية وحل بعض المشاكل اللي كاين عندنا المواطن، ما بغاش تسمع لنا، كتقول لك حنا جبنا الأغلبية ما نسمعوكمش، وهذا الضرب في عمق ديال الديمقراطية، وهذا هو اللي كنعانيو اليوم منه مع هذه الحكومة، لأن الجانب الديمقراطي والحقوقي ما بقاش عندنا، وهذا الضرب في الدستور كذلك. وهذا الشيء لأن الوقت ما كافيش كيتجسد بزاف ديال الإجراءات، كنبداو من القانون المالية اللي كنعطيوها تعديلات، لأن هذا المجال المناسب من أجل يعني إما رفعوا في الاجور واما ندعموا نقصوا من الضرائب على الدخل هو قانون الماليه. اولا التافية نحيدوها اولا نزيدوها اولا راتيك، يعني قانون الماليه هو المجال المناسب باش نديروا ديك الاجراءات اللي كنطالبوا بهم. الحكومه ترفض جميع هذه الاجراءات. المشكل والوضع اللي كيعيشوا اليوم المغرب في غلاء الاسعار، بطبيعه الحال حنا كنقولوا جا في الوضعيه الاولى البترول غلا انعكس داك الشيء على المستوى الوطني، وكنعرفوا بان المحروقات عندها اثر على جميع المواد. هذا الشيء باش بدات هذه القصه قبل ما نوصلوا لمطيشه، بدات بالمحروقات. مشات الحكومه كتاخذ اجراءات اللي هي معزوله، مثلا كدعم ديال النقاله اللي وصل 5 مليار و400 مليون، وحسبوها بالسنتيم شحال، ما كاينش الاثر ديالها، حتى تبذير الملعب. لكن نقول اودي الحكومه هادشي راه ما كانش عنده اثر على المواطن، شوفي اجراءات اخرى. قالت شنو هو الاجراءات؟ كنا خصو يكون دعم مباشر، هاد 5 مليار و400 اللي عطيتي خصو يكون دعم مباشر للمواطن باش يمكن له يعني يتغلب على هاد الغلاء ديال الاسعار. ما بغاوش يسمعوا. قلنا ديري كيما دارت دول اخرى اللي هي ماشي ليبرال متوحشه، حيدي التافية، حيدي لاتيك غير واحد المده، ما بغاتش تسمع لنا. وهادشي دارته دول اسبانيا فرنسا دول اخرى دارت هاد الاجراءات لواحد المده. ديري اجراء اخر رجعي تسقيف وكيعطيك الفصل الماده 4 من القانون ديال الاسعار، تسقيف ديال الاسعار، وهذيك 5 مليار و400 مليون اللي مشيتي عطيتيها للنقاط ما استافدوش من النقاط، هذوك اصحاب الشفاره هما اللي استافدوا من داك الشيء، اما النقال ولا داك مول الطاكسي الصغيره ولا الكبيره ما استافدش منها، استافدوا منها موري لاكريمات. هذاك ديري دخيه في صندوق المقاصه، وهذاك الفرق خلصي به، ما بغاش تسمع لنا واجراءات اخرى. يعني الاشكال اليوم الوضعيه اللي كنعيشوها، لان حنا كمعارضه من الباب ومن الحق اللي من 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 يعني من الواجب ديالنا الدستوري هو اننا ندق ناقوس الخطر وننبه الحكومه. خص الاغلبيه وفيما يخص الحكومه. ما غاديش ينكر اللي قالوا السي رشيد على ان كنا متفقين على ان هذه الحكومه جات واحد الظرفيه غير مسبوقه. نقول لك غير مسبوقه في العالم، ما عمرش حكومه جات في هذه الظرفيه المعقده اللي فيها كما قال لك تجمعوا فيها كلها. جات اولا في 4 سنوات ديال الجفاف، والجفاف اللي كاين دابا اللي كنتكلموا عليه ماشي الجفافات اللي شفناهم حنا في السنين الاخيره، راه الجفاف ديال الان هو انهم لي باراج سون باسيك، راه بين الودان راه فيه حتى 5%، راه عدد كبير من البراجات ديال بلادنا وصلوا له الان سو كريتيك اللي ما يسدوا الماء للفلاحه، ما بقاش كيعطيو الفلاحه. واحد العدد ديال المشاريع اللي كانت تقادت في هذا المخطط الاخضر اللي كان واحد العدد ديال المشاريع تقادت، سدوا عليهم الماء. علاش لان الماء ولا ولينا حنا كندابزوا غير على الماء الصالح للشرب وصول المواطنين والمواطنات. اذا كاين ازمه خارقه اللي كنهضروا على الجفاف، جفاف غير مسبوق هذا الاول. كذلك جات خروج من كورونا، خروج من كورونا جعل ان الاقتصاد العالمي بدا كينتعش، وانتعاش الاقتصاد الوطني كيجعل على ان كيكون زحام وكيكون ضغط على الموارد، على المواد الاوليه بصفه عامه، فين كيدابزوا باش تخاطروا على المواد الاوليه، الشينوا الميريكان الدول الاوروبيه اللي عندهم امكانيات، وبالتالي هاد التسابق وهاد الضغط على الموارد الاوليه، على المواد هاد الموارد هادو هاد كله بالضروره الا كان الطلب كبير جدا فالاسعار كتطلع، وبالتالي طلعت الاسعار كبيره جدا في جميع المواد دغيا، زياده على حتى هذاك طريقه دوك لي ستركتور اللي كنزعوا بهم هذاك الشيء ديال الباطويات اللي كيهزوا دوك لي كونتينير، حتى لي كونتينير كان فيهم مشكل. علاش؟ انه شي مشى لليابان بقى، شي مشى للميريكان ما رجعش، ولا واحد الازمه فيما يخص لا لوجيستيك ديال النقل البحري العالمي، حتى هو ادى الى حتى ولا الكونتينير اللي كان ثلاث البلاد كيولي 3000 اورو ولا 27 و 30000 اورو. اذا هادشي كله تزاد وعطى على انه عطى واحد الدفع بالاثمان اللي بطريقه خياليه. زاد الاخرى اللي ما توعما كينتظرها هو اللي قال السي رشيد هو الحرب الروسيه الاوكرانيه. اذا حتى واحد ما يقدرش يقول على ان المغرب
بأن بلادنا اختارت منذ البداية أن تكون اقتصاد مفتوح على العالم. احنا ماشي دولة مسدودة، احنا اخترنا كسياسة كدولة على أن اقتصادنا مفتوح، وبالتالي لا بد أن يكون التأثير قادر، تأثير صعيب على اقتصاد البلاد واقتصاد الوطني. وبالتالي جميع المواد اللي كنستعمل اللي كنجيبوها حنايا زاد، وحنا كنستهلكوا في النقص الموثقيه 95% ديال الموثقيه حنا كيكون كنجيبوها من على برا، وبالتالي تزادت بواحد الطريقه اللي هي خطيره جدا، وادت اولا في جيوب المواطن والطبقه الوسطى اللي عندها الطوموبيلات ديالها، وزاد كذلك على الاقتصاد الوطني، وتزاد على الوسينات، تزاد الغاز، تزاد الضوء، تزاد واحد العدد ديال المسائل، وبالتالي كان واحد الزياده كبيره جدا في الاسعار ديال واحد العدد ديال المواد اللي اثرت بشكل مباشر على القدره الشرائيه للمواطنين. علاش؟ لان مهما كتكون الزياده في الاسعار، علاش؟ بحكم اما المواد قليله ولا غاضه، راه كيطلع كتكون كتكون الانفلاسيون كتطلع، والانفلاسيون كتطلع اذا كتاثر مباشره على القدره الشرائيه للمواطنين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.